نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون الصحة الجديد الذي يهدف إلى تدعيم الصحة العمومية وضمان خدمات صحية أكثر نجاعة. الجزائر تحيي غدا اليوم العالمي للعمال بالعزم على مواصلة رفع تحدي ترقية المنتوج الوطني وضمان السيادة الاقتصادية. ولنا في النشرة في المناسبة رصد لأهم المكاسب الاجتماعية والمهنية التي حققتها البرامج والمخططات التنموية لرئيس الجمهورية. التلفزيون الجزائري يفوز بعدد من الجوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وزير الاتصال يتسلم درع اتحاد إذاعات الدول العربية. وعشية نهائي كأس الجمهورية متابعة لتحضيرات فريقي شبيبة القبائل واتحاد بالعباس، والمباراة تنقل على القنوات الأربعة للتلفزيون الجزائري. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الخامسة. بداية وفي النشاط البرلماني، رد وزير العدل الحافظ والأختام طيب لوح على استفسارات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي في جلسة عامة رأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح. بعد عرض ومناقشة نص المشروع، طيب لوح أكد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى حماية المواطن فيما يتعلق ببياناته الخاصة على ضوء التطورات التكنولوجية التي يتفاعل معها المجتمع، مما يستوجب وضع إطار قانوني يحافظ ويحمي المعلومات الشخصية للمواطن تفاديا لاستغلالها لأغراض أخرى. برلمانيا أيضا، صادق نواب المجلس بالإجماع على مشروع قانون الصحة الجديد في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة بحضور وزير القطاع مختار حسب اللاوي ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. مشروع القانون يهدف إلى تدعيم الصحة العمومية ويضمن مجانية العلاج وكذا التغطية الصحية للأشخاص في وضعية صعبة. أن مشروع القانون الذي صادقتم عليه هو بمثابة المفتاح الذي سيسمح بفتح أبواب النجاعة وتثمين القدرات للنهوض بقطاع الصحة والارتقاء به إلى ما نطمح إليه جميعا بإذن الله. كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، صادقوا وبالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد للأعياد الرسمية باعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، إذ لم تسجل الجلسة إلا تعديلا واحدا. تحتفي الجزائر غدا بالعيد العالمي للعمال بتنظيم احتفالات مخلدة للمناسبة قررها الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ولاية ورقلة تحت شعار السيادة الاقتصادية وترقية المنتوج الوطني، وذلك في ظل إنجازات ومكاسب اجتماعية ومهنية للطبقة الشغيلة. أولاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عناية فائقة في مختلف البرامج والمخططات التنموية، مجددا العهد في كل مناسبة مع العمال بالمزيد من المكاسب. ورقة في هذه المكاسب السوسيومهنية للعمال مع وسيلة بوشارب. الاحتفالات باليوم العالمي لعيد العمال تكتسي هذه السنة طابعا خاصا بالنظر للظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وعليه اختارت المركزية النقابية شعار السيادة الاقتصادية وترقية المنتوج الوطني ليؤكد من خلاله الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعمه الكامل واللامشروط لخيارات الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني. الليجيتية هي تعتبر الرفد الأساسي والافونغارد في الدفاع عن قرارات الحكومة وعن قرارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي تضمن السيادة الاقتصادية والقرار السياسي والقرار التنموي والاقتصادي لشعبها ولبلدها. من جهته يرافع الأمين العام للمركزية النقابية كعادته عن حماية المؤسسة الجزائرية. أعطيتوني الرخصة باش ندافع حتى بالجسم تاعي على المنتج الوطني والاستهلاك الوطني، باسكو كي ندافعوا على ليكونومي ناسيونال
اللي عندها السوفرينتي تاعها. ندافعوا على العمال والعائلات والشعب. وبالرغم من شح الخزينة العمومية إلا أنه لم يسجل لحد الآن أي مخطط لتسريح العمال أو تقليص مناصب الشغل بالشركات الوطنية، ومن أهم مكاسب الطبقة الشغيلة تكريس لغة الحوار. أكيد أن الحوار صعيب ويطلب الذكاء ويطلب de la présence ويطلب إرادة نقابية وثقة العمال. الحوار جسدته الدولة في لقاءات ثنائية وأخرى ثلاثية بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل 20 ثلاثية منذ سنة 1991، وأربع ثلاثيات طارئة تناولت حوالي 200 إشكالية متعلقة بمحيط العمل ومصالح العمال. كما اعتمدت الأطراف الثلاث عدة آليات لإنجاح الحوار، مرورا بالميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية مشروع ميثاق الاستقرار لتطوير المؤسسة. وبالرغم من الأشواط المهمة التي قطعتها المركزية النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، يبدو أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تنتظره معركة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها. المعركة اليوم عمالية والنضالية ضد الناس هذو اللي يحبوا يكسروا الاقتصاد الوطني. إذن يبدو أن أمام الأمين العام للمركزية النقابية تحدي كبير لكسب معركة حماية المنتوج الوطني، وذلك بعد كسب رهان استقرار الجبهة الاجتماعية وتجنيدها لحماية الوطن. وفي لقاء خاص للتلفزيونية الجزائرية أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أكد أن أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، موضحا أن مشروع قانون العمل يشارك فيه جميع الفاعلين وأنه يقتضي التريث في إصداره باعتباره قانونا يضمن مستقبل الأجيال القادمة. اللقاء من إعداد وتقديم الزميل نادي السلطاني، ويبث اليوم عقب نشرة 8 على القناة الأرضية والجزائرية 3. قام اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاعية الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة. السيد الفريق استمع رفقة قائد الناحية اللواء حبيب شنتوف واللواء علي عكروم المدير المركزي للعتاد، استمعوا إلى عرض شامل حول مهام القاعدة المركزية للإمداد، ليقوم بعدها بتفقد وتفتيش نماذج من العتاد والمعدات المطورة والمعصرنة. كما عاين السيد الفريق مجموعة من الشاحنات والعربات التي تم تصنيعها من قبل المصانع التابعة لمديرية الصناعات العسكرية، والتي تم تطويرها على مستوى كل من القاعدة المركزية للإمداد ومؤسسة تجديد عتاد السيارات بتركيب أسلحة مختلفة على متنها. كشف الرئيس والمدير العام لمجمع سوناتراك عبد المؤمن ولد قدور في ندوة صحفية عن الخطوط العريضة لاستراتيجية المجمع المرتكزة أساسا على إعادة هيكلة المجمع وضمان المزيد من الإنتاجية والنجاعة الاقتصادية. ولد قدور أكد أن الإمكانيات الهامة للجزائر في قطاع المحروقات تستمر في استقطاب الشركاء الأجانب. تسلم وزير الاتصال جمال كعوان أمس بتونس درع اتحاد إذاعات الدول العربية نظير جهوده في ترقية العمل الإعلامي العربي، وذلك في اختتام فعاليات الدورة 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي حضرها المدير العام للتلفزيون توفيق خلادي والمدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكري. وقد حصد تلفزيون الجزائري عددا من الجوائز في المسابقة الرسمية، إذ توج بالجائزة الأولى في فئة البرامج التلفزيونية المنوعات والسهرات الفنية عن برنامج بين البارح واليوم، كما توج برنامج استوديو الصغار في فئة برامج الأطفال بالجائزة الأولى، وتوج أيضا برنامج صخور الحضارة في فئة البرامج الوثائقية العامة بالجائزة الثانية. كما تحصلت الإذاعة الوطنية على الجائزة الأولى في فئة الأعمال الموجهة لذوي الإعاقة
عن برنامج نحن معكم. فندت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التأويلات الأخيرة التي أثارت ضجة كبيرة بخصوص حذف سورة الإخلاص من كتاب التربية الإسلامية للطور الأول. وأكدت بن غبريط في تصريح خصت به التلفزيون أن الوزارة لا دخل لها في الموضوع، وأن كل ما يتعلق بالمقررات والبرامج يخضع للمرجعية العامة التي ترتكز بالأساس على المقومات الوطنية، وهي الدين، اللغة، والوطن. والمجلس الوطني للبرامج المخول الوحيد لمراجعة كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الكتب المدرسية. هذا عدم الفهم تأول في الاسباس ميدياتيك، خاصة في مخصلة بوليميك اللي راها موجودة حول هذه الصورة غير صحيحة. هذا كذب على كذب، والإنسان يزيد يتصرح على الكذب. دونك الشيء اللي لازم اليوم ناخدوه بعين الاعتبار، أن قبل ما نعلق على حاجة اللي هي غلطة من البداية، أحسن أن نأخذ بتحفظ أو نبخون دي بريكوسيون، إي قبل ما نعلقه. وأنا على كل حال ندائي للرجال والنساء في الصحافة مهما كانت مكتوبة أو مرئية، إحنا رحنا مستعدين باش نجاوبوا على كل سؤال باسكو نحترموا الصحافة. أنا أريد أن شيء يكتب ولا يقال في القنوات التلفزيونية أحسن أن تعتمد على سو كون أبل لو برينسيب دو فيريتي، المبدأ ديال الحقيقة. هو مبدأ يدخل في أخلاقية المهنة. دونك نطمئن المجتمع أن ماهوش في يد شخص واحد مهما كان يعني كفاءته، مهما كان كفاءته، ما كانش شخص واحد اللي ياخذ على عاتقه باش يغير او يدمج حاجه داخل الكتب المدرسيه او المنهج. أعلن وزير التجارة سعيد جلاب في فورومي الإذاعة اليوم عن رفع الحذر عن قائمة جديدة من المواد الممنوعة من الاستيراد، كما كشف عن رفع عدد من الأسواق المخصصة لشهر رمضان بكل الولايات. بالنسبة للواردات، لأول مرة منذ 3 سنوات الجزائر عندها عجز تجاري كان 17 مليار 2016 هبط حتى 11 مليار، والآن في الثلاثي الأول رانا في 490 مليون. دونك فيه تحسن في الميزان التجاري. دونك كل ما هو مدخلات ديزانترون مدخلات التي نستعملوها في الانتاج غادي نحوها من السلع الممنوعه مؤقتا. ماتنون كي نولوا رمضان بون قلت لك هو رمضان العام جا في فصل تاع وفره تاع انتاج. دونك رمضان ان شاء الله دونك يورا با فريمون دي بيك فيها. دوطون بليس حاجه ما قلتهاش، غادي نحلوا لي مارشي تينيرون هادو غادي نحلوهم ان شاء الله 4 جور افون. داير ديجا الولايات كل ولي راه بعث لنا 3-4 مارشي اوفرير بار ولايه. في التنمية، يعد سد الدويرة الذي وضع حيز الخدمة في 4 جويلية 2015 من بين السدود الذي أعاد الحياة لأراضي بعض الفلاحين بعد معاناتهم من ندرة المياه، إذ سمح بتحسين الري في سهل متيجة إضافة إلى تزويده لعدة ولايات بالمياه الصالحة للشرب. نور الدين ربيع يفصل في الموضوع. كعادته جاد في عمله، بعدما راودته فكرة التخلي عن أرضه بسبب ندرة المياه سابقا، أمين يستبشر اليوم خيرا بالمنتوج الوفير في أرضه بعد تشغيل السد. قبل كانت قلت لك غاسنا السجره، حتى خممنا باش نحوها كما كان عندنا الماء، حتى كانت تموت، حتى كنا نسقوها بالتراكتور والطونو. بصح ملي جا البراج دوك عاد الانتاج تاعي كل عام راه يزيد. حنا السجره اللي كانت تجيب حوالي 10 كيلو 5 كيلو قايتنا، دوك هي قد ما تكبر قد ما تزيد الانتاج تاعها، تلحق حتى نقولوا 30 35 كيلو في السجره. العام الفائت حولنا اكثر من 17 مليون متر مكعب، اما في العام هذايا حتى اليوم انا حولنا اكثر من 16 مليون و500 الف متر مكعب.
وعام سنة إن شاء الله معولين نلحقوا أكثر من 2500 هكتار. نظرا للدور الهام الذي يؤديه السد، تمت إعادة تموين طبقة المياه الجوفية في سهل متيجة بطريقة تسريب لتزويد غرب العاصمة وجزء من ولاية البليدة بالمياه الصالحة للشرب. مع القدوم سد دويرة خلانا اليوم غارونتير اون برودكسيون دو 120000 متر كوب جور بوغ l'ouest d'Alger et une part pour Blida, la wilaya de Blida. Donc السعه الاجماليه لهذا السد هي 75 مليون متر مكعب. حاليا يمول عن طريق تحويل مياه حمام الوان بكميه تقدر ب 72 مليون متر مكعب، وان شاء الله باذن الله في المستقبل سوف يمول عن طريق تحويل مياه ماء مازافرون. هذا السد كذلك سوف يستغل بتموين الطبقة الجوفية لسهل متيجة. سد دويرة اليوم مصدر نماء للمنطقة بتوفيره كميات هائلة من مياه السقي وأخرى صالحة للشرب، زد على ذلك القيمة المضافة التي يشكلها السد كفضاء للاستجمام والترفيه. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بتمن راست مسدسا آليا ومخزنا بالإضافة إلى كمية من الذخيرة. وبمنطقة ابن ونيف الحدودية ببشار حجز حراس الحدود كمية معتبرة من الكيفي المعالج، فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش بمعسكر 5 أشخاص وضبطت سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة وكمية من الكيفي المعالج. وفي السياق نفسها أوقفت مفارز للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من ورقلة وبسكرة وجانات 5 تجار مخدرات ومهربين 2، وحجزت كمية من الكيف المعالج وجهازي كشف عن المعادن، فيما تمكن حراس السواحل خلال عملية بحث وإنقاذ من إجلاء 19 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية إفريقية وانتشال 15 جثة إثر انقلاب القارب المطاطي الذي كان يقلهم قبالة رأس فالكون بوهران. من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك الوطني وحرسوا الحدود 13 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من عامة وتلمسان وجانت. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا مقتل 26 جنديا على الأقل في هجوم على مواقع للجيش السوري في ريف حماة. ولنا في النشرة زيارة إلى قمة الأسكرام بتمن راس، حيث الطبيعة الصحراوية الساحرة التي تستهوي السواح ومحبي المغامرة. يعقد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم دورته 23 في رام الله بعد سنوات طويلة طرأت خلالها تغيرات كبيرة على المشهد الداخلي والإقليمي والدولي. ويأتي هذا الاجتماع في ظل دعوات فلسطينية ودولية من أجل مشروع وطني فلسطيني يؤسس لبناء استراتيجية جديدة تساعد على مواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. لقي أمس ما لا يقل عن 26 جنديا مصرعهم من بينهم إيرانيون في استهداف لموقع للجيش السوري بريف حماة وحلب، فيما نفت طهران مقتل جنود لها في هذه الهجمات. في سياق آخر، دخلت اليوم حافلات إلى بلدتي كفرايا والفوعة في ريف إدلب لإخراج المحاصرين هناك بموجب اتفاق لخروج المسلحين من مخيم اليرموك جنوب دمشق. والآن إلى المختصرات الدولية مع أمينة مزوسي. لقي صباح اليوم 25 شخصا مصرعهم، بينهم 5 صحفيين، وأصيب أكثر من 27 آخرين في هجومين نفذ قرب مقر الأجهزة الاستخبارات الأفغانية وسط كابول. الهجوم جاء بعد أسبوع تفجير في مركز لتسجيل الناخبين غرب المدينة والذي أدى إلى مقتل 60 شخصا. تشرع وزارة الدفاع لكوريا الجنوبية ابتداء من الغد في إزالة مكبرات الصوت المستخدمة في بث الدعاية في إطار الحرب النفسية ضد كوريا الشمالية على امتداد الخط العسكري الفاصل بين البلدين، تنفيذا لبيان بان مونغوم الذي ينص على وقف جميع الأعمال العدائية بين الجارتين. في أرمينيا قدم زعيم المعارضة الميدانية نيكول باشينيون اليوم ترشيحه رسميا لمنصب رئيس الحكومة، ليتم غدا مناقشة الموضوع على مستوى الجمعية الوطنية أو البرلمان. وقد تمت الموافقة رسميا على ترشيح نيكول باشينيون، حيث تعهد بأن تكون أولى خطواته في حال تولي منصب تحضير الانتخابات البرلمانية المبكرة.
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 5+1 الموقع عام 2015 غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال، كما شدد على أن إيران اتخذت قرارا هاما للغاية في مجالات العلاقات المصرفية وصرف العملات الأجنبية. في الرياضة، ينشط غدا فريق شبيبة القبائل واتحاد بالعباس نهائي كأس الجزائر بملعب 5 جويلية. توفيق دربال تابع جانبا من تحضيرات الفريقين للموعد الكروي الكبير. تشاء الصدف أن يلتقي فريق شبيبة القبائل الذي يملك في خزائنه 5 كؤوس مع اتحاد بالعباس صاحب سيدة واحدة وعلى حساب الكناري. هذا الأخير يسعى إلى إثراء سجله بسادس كأس في نهائي، كل المعطيات تضعه في خانة المواجهات الثأرية خاصة بالنسبة لشبيبة القبائل التي يعيش لاعبوها تحولا إيجابيا من الناحيتين النفسية والفنية بعد النتائج الإيجابية في الرابطة الأولى. المدرب يوسف بوزيدي الذي خسرها عام 2016 مع النصرية أمام مولودية الجزائر لم يتوقف عن التذكير بضرورة الاستعداد وعلى جميع الأصعدة. الله رانا شفنا وحضرنا من كل الجوانب، النهائي راح يكون أنا نقول 50-50% بيننا وبين بالعباس، نغلطوا ولكن إن شاء الله بإذن الله ما جهلنا حتى جانب، لأن كل حاجة عندها دور. اتحاد بالعباس وبعد المشاكل الكثيرة التي عاناها، نهائي كأس الجمهورية بالنسبة له سيكون الفرصة لإنقاذ الموسم وتكرار سيناريو 1991 وأمام نفس الفريق، فبعد الوصول إلى المرحلة النهائية لا حديث إلا عن التتويج بالسيد الكأس بعد المحاولتين الفاشلتين خلال الموسمين الماضيين في بلوغ النهائي. رغبة التتويج بالكأس لا يتردد أحد من التأكيد عليها، خاصة المدرب شريف الوزاني الذي تذوق حلاوتها كلاعب، والتتويج بها يعتبر إنجازا خاصا. Tout le monde sera concentré pour faire un grand match et pourquoi pas la gagner. Ça sera difficile contre une équipe qui a beaucoup à ses coupes. Et comme un entraîneur, c'est ma première affaire en tant qu'entraîneur, on aimerait bien pour faire un grand match et être volontaire faire le match, Inch'Allah. Inch'Allah, on essaie de la gagner, Inch'Allah. نهائي كأس الجزائر العسكرية يأتيكم ابتداء من 1:15 متبوعا بنهائي كأس الجزائر بين الشبيبة والاتحاد على المباشر على القنوات الأربعة للتلفزيون الجزائري، وعليه تأتيكم نشرة 1 اليوم غد استثناء على الساعة 12:30. ونختم نشرتنا من منطقة الآيس كريم بتمن راس، حيث أجمل منظر لشروق وغروب الشمس في العالم. الوصول إلى قمة الآيس كريم يتطلب المرور عبر مسالك ودروب صحراوية يجد فيها السائح الكثير من المتعة والمغامرة. سهام سرزوك. تشكيلات صخرية بركانية تجعلك تنبهر بجمالها الأخاذ، إنها قمم الأهجار وبالتحديد قمة الآيس كريم التي ترتفع بأزيد من 2800 متر على مستوى سطح البحر. أجمل موقع سياحي وطني بل وعالمي يتسنى من خلاله للسائح رؤية أجمل شروق وأجمل غروب في العالم، وقمم تهات أتاكور تفتح ذراعيها لكل سائح وطأت قدمه أرضها. جمال طبيعي أكتشف من خلاله أجمل شروق وغروب للشمس، ونحن نقطع هذه المسالك نكتشف مناظرا جميلة. أدعو جميع السواح الروس لزيارة منطقة الأهجار. للوصول إلى منطقة الآيس كريم التي تبعد عن ولاية تمن راست بحوالي 80 كيلومتر، لابد من المرور من منطقة تيرهنمت إلى من أفيلال. من ضمن المسالك هو ما يسمى السياحية، منها القصير الذي ينطلق من مدينة طمراست حتى إلى الآيس كريم، ثم نزول من الآيس كريم إلى طمراست عن طريق إلى مان. مسالك سياحية صعبة لا يعرف تشعباتها إلا الرجل الأزرق، ويتسنى للسائح اكتشاف سحر جمال جبال تهاتي أتاكور. أوجه دعوتي لكل السواح عبر العالم لزيارة صحراء الأهجار، إنها
مبهرة. العدد نتاعنا خاصة بالنسبة للوطنيين ان تجاوزنا 6000 سائح وطني اللي جا المنطقة نتاع طم الراس لهنا. بالنسبة للأجانب رانا في 1800 وحاجة. منطقة الأهجار سياحية بامتياز، عمرها آلاف السنين، يسرح السائح في ملكوت التأمل بجمال مناظرها التي ذاع صيتها عبر العالم. مسالك وعرة لكنها تستحق العناء. هذا الآن تذكير بأبرز ما جاء في النشر. نواب المجلس الشعبي الوطني يصدقون بالأغلبية على مشروع قانون الصحة الجديد الذي يهدف إلى تدعيم الصحة العمومية وضمان خدمات صحية أكثر نجاح. الجزائر تحيي غدا اليوم العالمي للعمال بالعزم على مواصلة رفع تحدي ترقية المنتوج الوطني وضمان السيادة الاقتصادية. رصدنا في النشرة في المناسبة أهم المكاسب الاجتماعية والمهنية التي حققتها البرامج والمخططات التنموية لرئيس الجمهورية. التلفزيون الجزائري يفوز بعدد من الجوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وزير الاتصال يتسلم درع اتحاد إذاعات الدول العربية. عشية نهائي كأس الجمهورية كانت لنا متابعة لتحضيرات فريقي شبيبة القبائل واتحاد بالعباس، والمباراة تنقل على القنوات الأربعة للتلفزيون الجزائري. متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء.